ضيفيت خير النور يسقي الجرف ويبني السور. فخامة السيد الرئيس، الحضور الكرام، فلما أن جاء البشير فألقى قميص الإنقاذ على وجه السودان ارتد بصيرا. كان ذلك في فجر يوم الجمعة المباركة 30 يونيو عام 89. استدار الزمان عقدا فأصدر البشير البشارة، فأنشأ وحدة تنفيذ سد مروي في صباح يوم طيب من شهر مارس في العام 99. فاستدار الزمان عقدا فجاء البشير البشارة في مارس من العام 2009 ليعلن لشعبه الوفي إنتاج أول طاقة من سد مروي. أرضي فيت خير النور يسقي الجرف ويبني السور.